السلام عليكم طلاب، نكمل وياكم محاضرة البايوكيمستري. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان الأنزيمات. كمقدمة عن الأنزيمات، الأنزيمات هي محفزات بيولوجية أساسها من بروتين، تقوم بعمليات كيميائية مختلفة داخل الجسم وتؤثر على سرعة حدوث بعض التفاعلات الكيميائية. فوظيفتها تكون تدخل كعامل مساعد يسرع أو يبطئ التفاعل دون أن يتم استهلاكها، يعني تدخل لنا الأنزيمات تسرع التفاعل أو تقوم بوظيفتها وتخرج بدون أن يتم استهلاك أي جزء منها. الأنزيمات عندما تضاف إلى تفاعل معين فإنها تقوم بتخفيض طاقة التنشيط، يعني الأكتيفيشن أنرجي تقللنا إياها، بالتالي حتزيدنا من الريت أوف رياكشن، أي أنها تعدل من ظروف التفاعل وتزيد من سرعة التفاعل. عادة عندما يضاف أنزيم إلى تفاعل معين فإنه يرتبط مع أحد المواد المتفاعلة، واحد من المواد المتفاعلة أو هاي المواد المتفاعلة عادة يسموها السبستريت، يعني كل أنزيم إلى سبستريت خاص به. الخلية الواحدة تحتوي على آلاف الجزيئات المختلفة، وكل جزيئة لها وظيفة معينة في الجسم، وكل أنزيم يرتبط أو يتوافق مع واحد من هذه الجزيئات، واللي يحدد هذا الارتباط، يعني الشرط الأساسي للعملية الارتباط، هو أن يكون الأنزيم والسبستريت كلاهما متوافقان، يعني اثنيناتهم لازم يكونون نفس الشكل، حجم الجزيئات متساوية، وتوزيع الشحنات متساوي. لذلك يحدث الارتباط، وبعد أن يتم عملية الارتباط تقوم الأنزيمات بتحويل المادة المتفاعلة اللي قلنا عليها السبستريت إلى برودكت، مادة ناتجة، بسرعة جدا عالية. عادة السرعة مع التفاعل المحفز بوجود الكاتاليست أو الأنزيم يكون أسرع بحوالي مليون مرة من التفاعلات الاعتيادية اللي تحدث بدون وجود الأنزيم. كمثال على الأنزيمات، عندنا أنزيم الكاتاليز. أنزيم الكاتاليز هو أحد الأمثلة المهمة على زيادة معدل سرعة التفاعل أثناء عملية التحلل الهوائي لجزيئات الطعام. يتولد غاز هيدروجين البيروكسيد اللي هو H2O2. هذا الغاز أو هذه المادة H2O2 تعتبر سامة بالنسبة للخلية، بالتالي يقوم أنزيم الكاتاليز بتحويل هيدروجين بيروكسيد إلى جزيئات من الماء والأكسجين حسب التفاعل، حيث كل جزيئة من الأنزيم تحول حوالي 40 مليون جزيئة من هيدروجين بيروكسيد. ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو تسمية وتصنيف الأنزيمات. تسمية الأنزيمات يتم تسمية عادة اعتمادا على مادة يرتبط بها أو يتفاعل مع الأنزيم، يعني على نوع السبستريت أو على نوع التفاعل الذي يحفزه. مثال عندنا إذا نأخذ اللي هي اليوريا. اليوريا تعتبر السبستريت. إذا ردنا نعرف الأنزيم مالتها مجرد نضيف لها المقطع أيز، فتتحول من يوريا إلى يوريز. باختصار أو بصورة عامة نضيف المقطع أيز إلى نهاية الاسم ليتحول إلى أنزيم. مثل عندنا المادة أو سبستريت لاكتوز تتحول إلى لاكتيز. يمكن تسمية الأنزيمات أيضا اعتمادا على نوع التفاعل أو العملية الحاصلة. مثال عندنا عملية الديهيدروجينيسيز، هي عملية إزالة أو حذف ذرات الهيدروجين من العملية، وكذلك عملية الديكاربوكسيليسيز اللي هي عملية إزالة مجموعات الكاربوكسيل من المركب ونقلها إلى الأنزيم. إذا نفهم أنه الحرف دي إي اللي بداية المقطع هو مضاد للإضافة، يعني الدي إي بداية كل عملية تعني إزالة وبدونها يتم العكس، يعني المقطع هيدروجينيسيز يعني إضافة هيدروجين، دي هيدروجينيسيز إزالة الهيدروجين، ونفس الشيء بالنسبة لعملية الكاربوكسيليز اللي أضافت مجموعة كاربوكسيل. بعض الأنزيمات أو أنواع أخرى من الأنزيمات تعتمد على نوع المادة وكذلك نوع العملية بنفس الوقت. مثال
انزيم اللاكتيت اللي هو يعتبر او خلينا نقول الانزيم اللاكتيت دي هيدروجينيسيز حيسوي يزيل ذرات الهيدروجين من ايونات اللاكتات، وانزيم البروفيت دي كاربوكسيليسيز حيزيل مجموعة الكربوكسيل من البيروفات اللي هم هذا المقطع. كذلك بعض الانزيمات تعتمد على نوع المادة اللي هي اليوريا. اليوريا تعتبر السبستريت. اذا ردنا نعرف الانزيم مالتها مجرد نضيف لها المقطع ايز فتتحول من يوريا الى يوريز. باختصار او بصورة عامة نضيف المقطع ايز الى نهاية الاسم ليتحول الى انزيم، مثل عندنا المادة او سبستريت لاكتوز تتحول الى لاكتيز. يمكن تسمية الانزيمات ايضا اعتمادا على نوع التفاعل او العملية الحاصلة. مثال عندنا عملية الديهايدروجينيسيز هي عملية ازالة او حذف ذرات الهيدروجين من العملية، وكذلك عملية الديكاربوكسيليسيز اللي هي عملية ازالة مجموعات الكاربوكسيل من المركب ونقلها الى الانزيم. اذا نفتهم انه الحرف دي اي اللي بداية المقطع هو مضاد للإضافة، يعني الدي اي بداية كل عملية تعني إزالة وبدونها يتم العكس، يعني المقطع هيدروجينيسيز يعني إضافة هيدروجين، دي هيدروجينيسيز إزالة الهيدروجين، ونفس الشيء بالنسبة لعملية الكربوكسيليز اللي أضافت مجموعة كربوكسيل. بعض الأنزيمات أو أنواع أخرى من الأنزيمات تعتمد على نوع المادة وكذلك نوع العملية بنفس الوقت. مثال هو انزيم اللاكتيت ديهيدروجينيسيز. هذا الانزيم يزيل ذرات الهيدروجين من ايونات اللاكتات، وانزيم البيوروفيت ديكاربوكسيليسيز اللي هو يزيل لنا مجموعة الكاربوكسيل من البيوروفات. عادة اكو اسماء اخرى شاذة لا تتقيد بالقاعدة معينة ولا تتقيد بالتسميات العامة للانزيمات، مثل عندنا الكاتاليز، البيبسين، الكيموتريبسين والترايبسين. هذول يعتبرون من التسميات الشاذة. ننتقل الى تصنيف الانزيمات. تصنف الانزيمات اعتمادا على نوع التفاعل التي يمر بها، وتقسم الى 6 تصنيفات اساسية. نوع من التصنيفات هو انزيمات الأكسيدوريدوكتيز اللي تعتبر انزيمات تحفز تفاعلات الاكسدة والاختزال. مثال عندنا انزيم اللاكتيت ديهيدروجينيسيز قلنا يزيل ذرات الهيدروجين من ايونات اللاكتات كما موضح في التفاعل الاتي. اذا تشوفون اللاكتيت اضيف له طاقة الـ NADA وبوجود اللاكتيت ديهيدروجينيسيز حيسحب لنا ذرات الهيدروجين الموجودة بهذه الرابطة أو هذه العاصرة ويحولها إلى رابطة ثنائية ويحرر لنا واحد هيدروجين والثاني حينضاف إلى NAD حصل NADH لنوع من أنواع الطاقة. النوع الآخر من الأنزيمات أو الصنف الآخر هو الأنزيمات الناقلة الترانسفيرايزز. هي أنزيمات تحفز على نقل المجموعات الوظيفية من جزء إلى آخر. مثال على الأنزيمات الناقلة هو أنزيم الترانس أمينو أو ترانس أمينيز، حيث يحفز على نقل مجموعة وظيفية أمينية، ويحفز كذلك أنزيم أو أنزيم الكيناز على نقل مجموعة الفوسفات، وتلعب الكينازات دورا رئيسيا في عمليات حصاد الطاقة التي تشمل الـ ATP في الغدد الكظرية، حيث يتم تحويل النيروبينوفيرين إلى أنيبيريفيرين بواسطة أنزيم فينيل إيثانول أمين N مثيل أوريناسفيرايز اللي هو يسموه PNMT اللي هو يعتبر أو يسمى أنزيم ترانس ميثيليز كما ملاحظة أو ملاحظ في المعادلة الآتية. النيرو بينفثرين هذا من أضيف للPNMT هيحولنا إلى إيبينفرين هذا الآسرة، ثم راح نضاف لها CH3. هذا بالنسبة للأنزيمات الناقلة.
ننتقل إلى الهيدروليزيز. الهيدروليزيز بصورة عامة يعني سحب جزيئة أو إضافة جزيئة ماء من العملية، إضافة وليس سحب. أنزيمات تحفز أو الهيدروليزيز هي عبارة عن أنزيمات تحفز على عملية التحلل المائي، أي إضافة جزيئة ماء إلى رابطة معينة فتؤدي إلى تكسيرها، وهي من العمليات المهمة في عملية الهضم. مثال أدنى، أنزيم اللايبيسز يحفز على عملية الهيدروليزيز بالروابط الموجودة أو روابط الأستر الموجودة في الدهون الثلاثية، كما ملاحظ في المعادلة. عندنا الدهون الثلاثية تريجليسيرايدز تمر بعملية الهيدروليزيز إلى إضافة ثلاث ذرات من H2O، وجود أنزيم اللايبيز حيعطينا جليسيرول زائد فاتي أسيد، يعني الدهون الثلاثية حيحول إياها إلى جليسيرول اللي هو هذا الجزء، وهذا الجزء الوردي إلى الفاتي أسيد. نوع آخر من أو صنف آخر من أنزيمات اللي هو اللايزيز. هذا الصنف من الأنزيمات يحفز على إضافة مجموعة إلى رابطة مزدوجة أو إزالة مجموعة معينة لتكوين رابطة مزدوجة. مثال عندنا أنزيم ستريت لايز يحفز على إزالة مجموعة الأسيتيل من جزيئات الستريت. من نواتج هذا التفاعل هو أوكسالو أسيتيت وأستيل كوانزايم والأي دي بي ومجموعة فوسفات غير عضوية اللي يسموها بي آي، كما ملاحظ في المعادلة. عندنا الستريت زائد طاقة زائد كو أنزيم زائد H2O بوجود أنزيم ستريت لايز حنطين المركب أوكسالو ستريت أو عفو أوكسالو أسيتيت زائد أسيتيل كو أنزيم. الرمز COA هو يسموه كو أنزيم اللي دائما أو أنزيمات دائمة حناخذها بالمحاضرات القادمة إن شاء الله. ننتقل إلى أيضا صنف آخر اللي هو الأيسو مريز أو الأيسومريز. الأيسومر يطلق على المركبات التي لها نفس الصيغة لكن ترتيب الذرات بها يكون مختلف، يعني تحمل نفس الستركتشر أو نفس المركب أو نفس الصيغة الكيميائية لكن ترتيب الذرات داخلها يكون مختلف فيسموه أيسومريز. تقوم هذه الأنزيمات بإعادة ترتيب المجموعات الوظيفية داخل الجزيئة وتحفز على التحويل من أيزومر إلى آخر. مثال أدنى أنزيم الفوسفو جليسيروماتيز اللي هو هذا يحول لنا one structural isomer اللي هو 3 فوسفوغليسيرايت إلى 2 فوسفوغليسيرايت، كما موضح في المعادلة. 3 فوسفوغليسيرايت بوجود أنزيم الفوسفوغليسيروماتيز حيحول لناها من 3 إلى 2 فوسفوغليسيرايت. إذا تنتبهون كانت الفوسفو مجموعة الفوسفيت مرتبطة بالجزء الثالث من أو العنصر الثالث من المركب يتحول إلى الجزء الثاني من المركب. يعني شنو الجزء الأول شنو الجزء الثاني؟ إذا تلاحظون هذا المركب بثلاث ذرات من الكربون اللي تعتبر المصادر أو الروابط الأساسية، هنا الفوسفيت مرتبط بالذرة الثالثة منها، وهنا تحول من ذرة ثالثة تحول إلى الجزء الثاني من المركب. ننتقل إلى تصنيف آخر اللي هو اللايكسيز اللي هي عبارة عن أنزيمات تحفز على تكثيف أو ربط جزيئتين مع بعضهما البعض. مثال عندنا أنزيم اللي هو DNA لاجيز اللي هو يحفز على ربط مجموعة الهيدروكسيل للنيوكليوتيد في سلسلة الدي ان اي. اذا تعرفون النيوكليوتيد اللي هي الجزء النووي المسؤول عن تكوين الدي ان اي، فبالتالي حيربطن مجموعة الهيدروكسيل الها سلسلة الدي ان اي مع مجموعة الفوسفوريل من النيوكليوتيد المجاور لتشكيل رابطة يسموها فوسفو ايستر. يعني ايش حيسوي هذا الانزيم؟ السلسله مال الدي ان اي بها النيوكليوتيد هذا بمجموعه الهيدروكسيل، حيربط لنا مجموعه الهيدروكسيل واحد من الدي ان اي مع مجموعه الفوسفوريل للدي ان اي المجاور اليه، بالتالي حيشكلنا الرابطه الاساسيه اللي تسمى رابطه الفوسفا ايستر. ننتقل الى موضوع اخر
اللي هو تأثير الأنزيمات على طاقة التنشيط للتفاعل، أو تأثير أو دور الأنزيمات على الأكتيفيشن أنرجي للتفاعل. بالبداية شلون يعني شلون حتأثر الأنزيمات على خلينا نقول على التفاعل معين؟ تقوم الأنزيمات بتغيير مسار أو اتجاه التفاعل خلال حدوث عملية التفاعل، يعني ممكن التفاعل يكون أمامي وممكن يكون عكسي، اللي حدده هو نوع الأنزيم أو الأنزيم نفسه، وكذلك يوفر طاقة لتحويل المتفاعلات إلى نواتج، بالتالي يسرع من معدل سرعة التفاعل عن طريق تخفيض طاقة التنشيط. ولكل تفاعل عندنا إذا لاحظ التفاعل آتي اللي هو AA إلى BB، لكل تفاعل يوجد ثابت توازن اللي هو الـ K خاص بي. يعني إذا لاحظ القانون K equilibrium اللي ثابت التوازن يسوي لنا نواتج على متفاعلات مادة الناتجة للأس مالتها اللي هو الـ B، إذا تلاحظون اللي هو B اللي هو عدد المولات على مادة متفاعلة، يعني نواتج على المتفاعلات. إذا أريد نعرف ثابت التوازن، يعتبر ثابت التوازن هو انعكاس للاختلاف في الطاقة بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة، وبغض النظر عن كيفية حدوث التفاعل أو أي اتجاه يسلك، فإن الفرق في الطاقة بين المادة المتفاعلة والمادة الناتجة يكون ثابت وهو نفسه دائما. كخلاصة، فإن الإنزيم ما يأثر لنا على ثابت التوازن للتفاعل، لكن ممكن يغير من مسار التفاعل، بالتالي يحفز لنا التفاعل فيوفر طاقة أقل لتحويل المتفاعلات إلى نواتج، ويسرع من وصول التفاعل إلى حالة التوازن كما موضح في هذا الشكل. إذا لاحظ هنا عملية أو تفاعل بدون وجود الإنزيم، مجرد الرياكتنس تحولت إلى متفاعلات ووجود اكتيفيشن انرجي عندنا عالية. هنا إذا لاحظ هذا الجزء هو تفاعل بوجود الأنزيم، إذا لاحظ التفاعل وصل بسرعة إلى حالة الإكوليبريم أو تحولت النواتج إلى متفاعلات بطاقة تنشيط جدا قليلة، فإذا تأثيره مثل ما سبق ذكرنا أنه يقلل لنا طاقة التنشيط، يسرع من معدل سرعة التفاعل، ويسرع أو ينطي طاقة أقل لتحويل النواتج إلى متفاعلات. تأثير تركيز السبستريت على التفاعلات المحفزة بالأنزيم. بالنسبة للتفاعلات الاعتيادية اللي هي بدون وجود أنزيم، زيادة تركيز السبستريت يؤدي إلى زيادة الريت أوف رياكشن بصورة مباشرة، كما الملاحظ في الشكل الآتي اللي هو مثل ما نلاحظ هنا، كل ما يزداد تركيز السبستريت تزداد الريت أوف رياكشن، وزيادة تكون طردية بصورة مباشرة. أما بالنسبة للتفاعلات المحفزة بواسطة الأنزيم، فنلاحظ أنه عند زيادة تركيز السبستريت فإن rate of reaction تزداد بصورة سريعة بالبداية، ثم تبدأ بالتباطؤ حتى تصل إلى نقطة الماكسيموم وراها مصر أي زيادة عندي. يمكن تفسير هذه الحالة لأنه الأكتيف سايت للأنزيم تصير مليانة ومشغولة بواسطة جزيئات السبستريت. حتى نوضحها لكم، نعتبر عندنا قاعة كبيرة وبها 30 كرسي، القاعة حتمثل لي الأنزيم والكراسي هي تمثل الأكتيف سايد الموجودة بي. بعدين يبدون الطلاب يدخلون إلى هذه القاعة، الطلاب منها حيمثلوا لي السبستريت. فمن بداية نلاحظ أنه الطلاب يدخلون بصورة سريعة والقاعة قاعد تستقبل أعداد كبيرة، إلى أن توصل تقبض القاعة تقبض 30 شخص تصير. بعد 30 توصل حالة الماكسيمم، خلينا نقول انه القاعة قبضت، يعني مثل ما نمثلها نرجع انه الانزيم بي اكتف سايت خلينا نقول 30، عنده 30 كرسي، السبستريت يجي يقعد بدور الكراسي، وصل حالة الماكسيمم قبض 30، تشبعت القاعة بهذه بالاعداد مالتها، بالتالي هذا الاكتف سايت هي حتمثل لي المواقع اللي هي اللي يربط الانزيم بالسبستريت. يعني من خلال هذه الاكتيف سايت هي حصل نقطه تواصل بين السبستريت والانزيم، وبدونه ما حيصير عندي اي ارتباط. وشرط اساسي انه السبستريت يكون متحول الى حاله البرودكت يلا تصير عمليه الارتباط. يعني انا بدايه من اضيف الانزيم للعمليه او للتفاعل المتفاعلات، لازم الانزيم قبل ما يرتبط بالسبستريت لازم يحول لي هذا السبستريت من ماده متفاعله الى ماده ناتجه، بعدين يرتبط به وبالتالي
يكون لي عن طريق الاكتف سايد، بالتالي يكون لي البرودكت اللي انا اريده. والتفاعلات المحفزة بوسط الانزيم تتم على مرحلتين. المرحلة الاولى تسمى اللي هي تعتبر الخطوة السريعة. هذه الخطوة السريعة اللي هي نمثلها خلينا نقول تكوين مركب معقد او تكوين الانزيم سبستريت. يعني انا من اضيف الانزيم على السبستريت كبداية حيكون لي مركب يسموه انزيم سبستريت. بعدها حيمر بالمرحلة الثانية اللي هي الخطوة البطيئة. هذه الخطوة هي اللي حتحدد لي او تتحكم بمعدل حدود التفاعل، حتحول السبستريت الى برودكت، وكذلك تطلق لي الناتج النهائي اللي انا اريده اللي هو يسموه الانزيم زائد برودكت بصورة منفصلة. ويتم تحديد معدل التفاعل عن طريق سرعة تحول السبستريت الى برودكت، يعني حتحرر لي برودكت كناتج نهائي. بالتالي فان معدل سرعة التفاعل يعتمد على وجود الانزيم مثل ما نلاحظ بالشكل. في البداية حتصير عندي زيادة، ثم توصل الى نقطة معينة نقطة ماكسيموم وتتوقف عندي الزيادة. بالبداية قلنا من نضيف الانزيم حتكون عندي معقد يسمون انزيم سبستريت. خلي نشوف شنو الانزيم سبستريت. السلسلة التفاعلات العكسية التالية هذه حتمثل لي تفاعل محفز الانزيم. يعني شلون انا من اضيف الانزيم على تفاعل معين شلون حيأثر لي او شنو الخطوات اللي حتصير حتى يحول لي السبستريت الى برودكت لا يريده. كبداية يضاف الانزيم الى التفاعل، فيتضاف الى السبستريت. بعدها يتكون عندي المعقد اللي هو انزيم سبستريت كومبلكس. ستيب وراها مرحلة التحول اللي هي يتحول من متفاعلات الى نواتج. بعدها يكون لي الانزيم اللي هو انزيم برودكت كومبلكس اللي هو معقد انزيم او الناتج. بعدها الخطوة النهائية حينفصل عندي الانزيم عن البرودكت، بالتالي راح احصل البرودكت اللي انا اريده. الجزء الاساسي لحدوث عملية الارتباط هي مثل ما قلنا الاكتف سايت الموجودة بالانزيم. هذه الاكتف سايت لها مجموعة من الخصائص العامة. اول خاصية لها اللي هي الاكتف سايت للانزيم عبارة عن جيوب او شقوق تكون صليبة في سطح الانزيم، والار جروب الموجودة في الاكتف سايت تسمى الكاتاليك جروب او الجروبات المساعدة او المحفزة. الشكل مع الاكتف سايت يكمل او يتطابق مع شكل السبستريت، وكذلك الانزيم يجذب ويثبت السبستريت المطابق اليه عن طريق روابط ضعيفة وغير تساهمية. وممكن انه هذا الروابط او تكون مجموعة الار اللي هي عبارة عن جروب مشاركة بعملية التحفيز. يعني هذه الجروب اللي تشارك عملية التحفيز الار جروب اللي قلنا عليها الجروبات المحفزة او المساعدة ممكن تعتبر كمواقع خاصة للربط بين الانزيم والسبستريت. الشكل الاكتف سايت يحدد لي خصوصية الانزيم، لان فقط سبستريت المطابق للانزيم هو الذي يتم استخدامه في عملية التفاعل. مثل ما قلنا انه لكل انزيم الى سبستريت خاص به ينطبق عليه. على هالاساس اخترعوا نظرية مسبقا سموها نظرية القفل والمفتاح، اللي نظرية قديمة تم فرضها عام 1894 بواسطة إميل فيشر. بذاك الوقت كانوا يعتقدون ان السبستريت ببساطة ينسحب من مكانه وينطبق على الانزيم، مثل خلينا نقول البازل عندنا او القفل والمفتاح. يعني كل قفل الا مفتاح خاص به، نفس الشيء كل انزيم الا سبستريت خاص به. هذه الفرضية فندوها، واستنادا الى ان جزيئات مرنة للبروتين تم فرض نظرية اخرى عام 1958 يسموها Induced Fit Model. بهذا الموديل الاكتف سايت ما تكون على شكل جيوب او شقوق صليبة، انما تكون على شكل جيوب مرنة. لما يدخل السبستريت تشكل هذه الجيوب الاكتف سايت اللي احنا نريدها نفسها نفس الشكل على حسب شكل السبستريت، بالتالي حينتج عندي تطابق مثالي
لذلك يسموه المودل فيت او انديوس موديل. مثل ما نلاحظ بالشكل، النظرية هذه اي يسموه نظرية القفل والمفتاح. اذا نلاحظ انه السبستريت يكون شكله صلب، صح يطابق الانزيم لكن صلبه ما بي اي مرونة. اما النظرية الثانية اللي هي انديوس موديل او فيت موديل، اذا نلاحظ السبستريت يكون مرن يشكل نفسه على حسب الانزيم، بالتالي التطابق عندي يكون بيرفكت ومثالي جدا. ننتقل الى موضوع اخر اللي هو خصوصية او نوعية معقد الانزيم سبستريت، specificity of the enzyme substrate complex. عادة عندما يرتبط الانزيم مع السبستريت، الشرط الاساسي او الرئيسي للارتباط هو ان يكون كلا السبستريت والانزيم متوافقين او متكاملين. هذا الشرط الاساسي اللي يحدد ما اذا كان الانزيم سيرتبط بالسبستريت ويحفز لي او يسرع لي التفاعل. خصوصية الانزيم او specificity of enzyme هي قابليته على الارتباط بالسبستريت واحد فقط، وبالتالي يحفز لي تفاعل واحد فقط. يوجد اربع فئات من الخصوصية للانزيمات، تشمل اول وحدة absolute specificity اللي هي الخصوصية التامة او المطلقة. absolute specificity تعني ارتباط التام للانزيم بالسبستريت واحد فقط لا غير. مثال عندنا اللي هو اميون سايل تي ار ان اي، اميون اسيل تي ار ان اي، هذا حيظهر خصوصية مطلقة حيث كل اميون اسيد يجب ان يرتبط بجزيئة خاصة تي ار ان اي محددة له، واذا حصل خطأ بعملية الارتباط مثلا يضاف الى سلسلة بيبتيدية اخرى فيتولد عندنا بروتين غير وظيفي اللي يعني بروتين لا يعمل. هذا بالنسبة لابسوليوت سبيسيفيتي. الجروب سبيسيفيتي هنا تعني ان ما يرتبط انزيم ذو مجموعة وظيفية معينة مع سبستريت يحتوي على نفس المجموعة الوظيفية او مجموعة وظيفية مشابهة للموجودة بالانزيم اثناء تفاعل معين، فيطلق على الانزيم بالجروب سبيسيفيتي. مثال عندنا الانزيم الهيكسوكونيز اللي هو يحفز اضافة مجموعة فوسفوريل الى سكر الجلوكوز في الخطوة الاولى من عملية التحلل السكري. الخصوصية الاخرى اللي هي عندنا لينكج سبيسيفيتي، هذه الخصوصية تشمل الانزيمات التي تحفز على تكوين او تكسير روابط الجزيئات فيما بينها. مثال عندنا التربسين، كيموتربسين والإيلاستيز اللي هي أنزيمات تتخصص في تحليل الروابط البيبتيدية، يعني أنه هذا الأنزيم فقط يشتغل على الروابط الموجودة بين الجزيئات. خصوصية الأخرى اللي هي يسموها ستيروكيميكال اللي عادة يطلع عليها الفراغ الكيميائي، هذه الخصوصية تشمل الأنزيمات اللي تستطيع تمييز الجزيئات المتشابهة مع بعضها البعض، ومعظم الانزيمات داخل الجسم الانسان تحتوي على هذه الخاصية. عادة يعني الجسم الانسان يستخدم فقط الشوغرز من نوع الدي والامينو اسيد من نوع الال، بالتالي فان هذه الانزيمات المشاركة في عملية الهضم والتمثيل الغذائي تتعرف فقط على الايزومرات الخاصة بها او المماثلة لها. هذا مقصود بالستيروكيميكال سبيسيفيتي. الحالة الانتقالية الترانزيشن ستيت وتكوين المنتج. اذا نريد نفهم شلون صار عملية الارتباط الانزيم بالسبستريت وشلون حيصير عنا من عملية التفاعل، فلازم نفهم الميكانيكية لعملية الارتباط اللي هي موضحة بخصوص الاستيبات الموجودة عندنا بهذه المعادلة. بالبداية حضيف الانزيم للسبستريت، حيتكون عندي ستيب الاولى الانزيم سبستريت كومبلكس، بعدها يمر بحالة عملية الترانزيشن ستيت اللي هي المرحلة الانتقالية يتحول بها المتفاعلات الى نواتج ويتكون لي معقد اللي يسموه انزيم برودكت كومبلكس، بعدها المرحلة النهائية اللي مع عملية الفصل حيصير بها ينفصل السبستريت او العفو الانزيم عن البرودكت. عادة الانزيم الى درجة من المرونة، يعني بسرعة عامة ان السبستريت العفو الانزيم هو الى درجة من المرونة، يعني قلنا على شكل جيب او فراغ يكون مرن مو صلب، كذلك السبستريت. والترابط المستمر
اللي يصير بين السبستريت والانزيم يغير لنا من شكل او موقع السبستريت بحيث تكون الجزيئات غير مستقره. واثناء عمليه التحول اللي هي الحاله الانتقاليه يتغير شكل السبستريت بصوره تدريجيه بسبب ارتباطه مع الانزيم، قلنا يكيف ويشكل نفسه على حسب شكل الانزيم او السبستريت، يغير نفسه على حسب شكل السبستريت او الانزيم بحيث يتغير الى شكل وسيط يمتلك ويكون معقد، قلنا يمتلك نفس الميزات مع الانزيم والمنتج النهائي البرودكت اللي قلنا الخطوه 3، حيث يتشكل معقد الانزيم والبرودكت ويستمر الانزيم بالارتباط بالبرودكت بفتره معينه من الزمن او فتره قليله من الزمن، ثم ينفصل عنه ليترك الانزيم بصوره منفصله اللي هي الستيب الاخيره واللي هي الرابعه. عادة نقدر نقول كسؤال، شنو انواع التغيرات اللي تصير بالسبستريت اثناء العمليه الانتقاليه واللي تكون المنتج وتسرع لعمليه التفاعل؟ اول خاصيه عندنا هي the enzyme might put stress on a bond and thereby facilitate bond breakage. يعني ممكن الانزيم يضغط لي على الروابط بالتالي يسهل من عمليه كسرها. كمثال عندنا عملية التحلل المائي للسكروز بواسطة انزيم السكريز، حيث يقوم انزيم السكريز بتحليل السكروز الى فركتوز وسكر احادي الجلوكوز، بالتالي حيتكون عندي معقد الانزيم سبستريت فينتج تغيير بشكل الانزيم. هذا التغيير حيخلي الانزيم يولي الضغط على الاواصر او الروابط الموجودة بالسبستريت فيكسرها بسهولة وبطاقة اقل، فيحول السبستريت الى ناتج وبالتالي يسرع لي من عملية التفاعل كما موضح بالشكل. عندنا شكل A، إذا نلاحظ عندنا الأنزيم زائد سبستريت، بعدين يتكون عندي الأنزيم سبستريت كومبلكس، وراها حيصير عندي ضغط بالآصرة. إذا تلاحظون هنا حصل ضغط على الرابطة مالته، سبب لي أنزيم ضغط على الرابط مالته، بالتالي حيكسر لي إياها تتكسر بسهولة ويتكون لي المعقد منتج اللي هو أنزيم برودكت كومبلكس، بعدها يتكون لي ينفصل الأنزيم عن البرودكت بصورة نهائية. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية عندنا ممكن الأنزيم يسرع لي من تفاعل معين، بالتالي عن طريق أو يعني سرع التفاعل عن طريق تقريب مادتين متفاعلتين مع بعضهما البعض بشكل قريب جدا باتجاه واحد اللي هو نفس الاتجاه الصحيح المناسب لحدوث عملية التفاعل. مثال عندنا عملية إنتاج السكروز من عملية الديهايدريشن، يعني الديهايدريشن يعني التجفيف، يعني سحب جزيئات ماء من الجلوكوز والفركتوز، يعني انتاج انا السكروز بعملية الديهايدريشن من الجلوكوز والفركتوز. كلا السكرين اللي هو الفركتوز والجلوكوز يحتوان على خمس مجموعات من هيدروكسيل، هذه الخمس مجموعات ممكن تتكتف مع بعض البعض لتكون سكر ثنائي. زين هاي بصورة عامة، لكن انا السكر الاريدي المطلوب هو السكر السكروز. عن طريق الترتيب العشوائي للجزيئات، اذا نلاحظ هنا بالشكل الترتيب العشوائي للجزيئات مالتنا، ممكن يعني احتمالية يتولد لي السكروز باحتمالية 1 من 25، لان يعني قلنا احنا كل سكر له خمس مجموعات وظيفية، 5 في 5 حصل 25 احتمالية، بالتالي كل ترتيب ممكن ينطي سكر معين. وكذلك اتجاه التفاعل والظروف الخارجية ممكن تأثر لي على عملية التكوين أو عملية الترابط، مثل درجة حرارة بصورة عامة، درجة حرارة الجسم ممكن تسبب تصادم الجزيئات وما راح يكون إلها طاقة كافية للتغلب، يعني إذا كان مثلا التفاعل صار بدرجة حرارة الجسم هي 37 سيليزي، بالتالي إن تصادم الجزيئات ما راح يكون إلها طاقة كافية للتغلب على طاقة التنشيط حتى لو كان الاتجاه الصحيح للتفاعل. لكن اذا عدي الانزيم اللي هو انزيم السكريز خلينا نقول، حيساعد لي في تسهيل التفاعل عن طريق تقريب الجزيئين من بعضهما البعض بالاتجاه الصحيح. يعني انا ممكن هذا التشكيل مال الجزيئات انا اريدها بالترتيب الصحيح اللي هو ترابط الجلوكوز مع الفركتوز، الا بهذا الترتيب حتى يكون السكروز. فوظيفة الانزيم هو انه يربط لي او يقرب لي هذه الجزيئات من بعضها البعض حتى يسهل لي من عملية التفاعل بالاتجاه الصحيح، مما يجبر المجموعات التفاعلية للتقرب مع بعض البعض والوصول لحالة انتقائية، بالتالي حتسرع لي من عملية التفاعل كما موضح في الشكل 5.
اذا تلاحظون هنا عندنا هذا هو انزيم سبستريت. السبستريت عندنا او الانزيم بمجموعه من المواقع الوظيفيه او المجموعات الوظيفيه اللي هي ذول الحمر، حيتكون لعندي مرحله الانزيم سبستريت كومبلكس، بعدها يتحول الى المنتج اللي انا اريده اللي هو عمليه تحول من سبستريت، يتحول من ماده متفاعله الى ماده منتجه، بعدها المرحلة النهائية اللي هي عملية تكوين انزيم زائد برودكت ينفصل عنه لكن يحمل على نفس المجموعة الوظيفية. النقطة الثالثة عندنا الاكتف سايت الموجودة بالانزيم احيانا تعمل على تعديل البي اتش للبيئة المحيطة بالسبستريت، وبالتالي يعمل الانزيم على سبيل المثال كمتبرع او مستقبل لايون هيدروجين، وبالتالي سيكون هناك تغيير في درجة الحموضة بالقرب من السبستريت دون حدوث أي تغيير للبي اتش الاعتيادي في مكان آخر داخل الخلية. ننتقل لموضوع آخر اللي هو الكوفاكتورز اند كوانزيمز اللي هي العوامل المساعدة والأنزيمات المساعدة. بعض البروتينات تحتاج إلى مجموعات إضافية غير بروتينية لكي تعمل، ونفس الشيء بالنسبة للأنزيمات. والجزء المتعدد للبيبتايد اللي هو بولي بيبتايد من الانزيم يسمى بالابو انزيم، والمجموعه الاصطناعيه غير البروتينيه تسمى بالكو فاكتور. ابو انزيم والكو فاكتور ذول اثنيناتهم عندما يتحدون حيكونون الانزيم النشط اللي هو الاكتيف انزيم يسمى هولو انزيم. اذا اريد نعرف الكو فاكتور بصوره عامه، هي مجموعة أيونات معدنية يجب ربطها بالأنزيم للحفاظ على المواقع النشطة الصحيح أو الموقع النشط الصحيح للأنزيم. عندما يكون الكوفاكتور مرتبط بالأنزيم والأكتف سايت بالموقع الصحيح، يمكن للأنزيم الارتباط بالسبستريت وبالتالي يسرع لي التفاعل كما موضح بالشكل 6. هذا الأنزيم وهذا الكوفاكتور أو السبستريت مالته أو الأيبو أنزيم يسموه، عندما يرتبط الأيبو أنزيم مع السبستريت ما حيصير عندي اي تفاعل، ما يتكون عندي اي معقد. لكن من يرتبط الكوفاكتور بالاكتف سايت الموجودة على الانزيم هي اللي حتسبب لي بالعملية اللي انا احتاجها. بعض الانزيمات قد تتطلب الربط المؤقت للانزيم المساعد اللي هو يسموه الكوانزيم. هذا الارتباط بشكل عام يحدث عن طريق روابط ضعيفة، مثال عليها عندنا الروابط الهيدروجينية. والكوانزيم إذا ردنا نعرفها هي جزيئات عضوية تعمل بشكل عام كحامل للإلكترونات أو المجموعات الكيميائية. أما التفاعلات الكيميائية يعني أو في الجزء التفاعلات الكيميائية، فالكوانزيم تتبرع بمجموعات إلى السبستريت أو تعمل كمتلقي المجموعات التي يتم إزالتها من السبستريت. وغالبا ما تحتوي الكوانزيم على فيتامينات معدلة كجزء من تركيبها أو هيكلها. الفيتامينات هي مواد عضوية مطلوبة في النظام الغذائي بكميات صغيرة، عدا فيتامين سي لا يرتبط مع كوانزيم، يكون مستقل. كمثال عندنا نيكوتين أمايد أدينين داي نيوكليتايد هو مثال على أنزيم مهم في تفاعل الأكسدة لعملية حصاد الطاقة الخلوية.